السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. محورنا حديث الليل الأول قراءة في ملف اللاجئين العلاقة مع سوريا بعد رحيل الأسد، وفي الثاني سؤال حول التطورات على أرض الميدان والانعكاسات على مختلف المحاور. في الأول اللاجئون السوريون في الأردن، تصريحات العودة، ماذا لدينا من خطة حول ذلك، شكل العلاقة مع سوريا بعد رحيل الأسد، كيف سنبني القادم، الحكومة المكلفة بقيادة البشير دورها، ضمان استقرار سوريا أين يبدأ، والأردن استفاد أم خسر مما يحدث هناك. الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل غشام. مساء الخير أستاذ نبيل، أهلا بك. أيضا أرحب بمدير مجموعة ريماركس الأستاذ مراد بطل الشيشاني. مساء الخير أستاذ مراد، أهلا بك في نبض البلد الليلة. مساء الخير لك ولضيفك الكريم. أستاذ نبيل أبدأ منك وأسمع تقييمك أولا بدقيقتين إن تكرمت لما حدث في سوريا وما يحدث الآن. ما حدث في سوريا هو صراع واضح على دور إيران في الإقليم، وهذه القضية للأسف تم تحويل الأنظار من العدو الأساسي والرئيسي في الإقليم وهو الاحتلال الإسرائيلي إلى أن رأينا ما رأينا. لا أعتقد أن ما جرى في سوريا هو قضية الديمقراطية رغم أهميتها. النظام السوري السابق له أخطاء كثيرة وكبيرة، لكن أيضا الطرف القادم والحكام الجدد ليسوا ملائكة وليس في تاريخهم الكثير من الديمقراطية. إذا موضوع الديمقراطية هو موضوع استثنائي، هو صراع على السلطة. يبدو أن هناك ترتيبات لغاية الآن لم تكشف هذه القضية، ترتيبات في أطراف دولية لعبت فيها وأطراف قادتها أطراف إقليمية وعلى رأسها تركيا أدت إلى ما أدت إليه. أعتقد أن المستفيد الأول من هذا الموضوع هو إسرائيل، والخاسر الأكبر هو القضية الفلسطينية. ليس لأن النظام السوري كان مشتبكا مع إسرائيل، لكن في الموضوع الجيوسياسي في المنطقة هناك تغيرات هائلة اليوم في الإقليم. أنا بتقديري ما جرى في سوريا هو تداعيات لما جرى في قطاع غزة وفي لبنان، وأعتقد أن القادم سيكون في العراق وفي اليمن. نعم أستاذ مراد، أسمع وجهة نظرك. يعني محمد، حقيقة لم أسمع ضيفك الكريم لخطأ تقني، ولكن البدايات سمعت حين تحدث عن أن المسألة مسألة صراع سياسي وليس مسألة مرتبطة بالديمقراطية. لكن بطبيعة الحال أجل كل الأمور الآن، كل ما يدار في سوريا منذ سنوات طويلة هو صراع سياسي بطبيعة الحال. أنا أعتقد ما جرى أنه كان نتاج طبيعي انتهاء حقبة ظالمة بائسة من الدكتاتورية. كان من الواضح جدا اليوم إذا ننظر إلى هذه الصور الذين يخرجون من السجون في ظروف مأساوية، أطفال ونساء، تذكر بأن كم من النعمة التي يعيش فيها الإنسان حين يغيب تغيبية مثل هذه المظاهر، مثل الاعتقالات على الأسماء ونفي أدمية الإنسان. هذا أنا رأيي وأنا متابع من الخارج، فما بالك بالكثير من السوريين الذين عانوا من هذا النظام، وهذا كان استمرار لما بدأوا في عام 2011 وصولا إلى اليوم. أجل هناك معتركات خطيرة، تحالفات إقليمية رسمت المشهد بطبيعة الحال، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننظر على السوريين ونفقدهم هذا النصر الذي حقيقة. وهذا أيضا يعطينا إلى هناك نوع من الاستمرار لما يعرف بالربيع العربي. إذا ما قرأناه بمنظور ومقترب تاريخي، نحن نتحدث عن 10 إلى 13 عاما من مبدأ هذا الربيع العربي، فنحن نتحدث عن أن هذا ليس عمرا. إذا ما نظرت الثورة الفرنسية وروبسبير، حتى الثورة البلشفية في روسيا، يعني حركة الديكابريين 1905 وصولا إلى 1917، هناك مراحل تاريخية تمتد لتأتي الثورة كلها. أجل سقوط نظام الأسد عموما بعد أكثر من قرن من الحكم هو حدث عاصف، هو غير متوقع، لكن أيضا يؤشر بشكل واضح على طبيعة العلاقة المنسوجة ودور الأطراف الإقليمية والدولية، وهنا أتحدث عن إيران وروسيا في إبقاء هذا النظام. إذن
لدينا ما يمكن بتغير قواعد اللعبة هناك جيم تشينجر في الشرق الأوسط. وأنا لا أقول أني متفائل أو متشائم، لكن أنا أعترف بوجود مثل هذا التغيير الكبير الذي يجب أن يعني نراقبه، نحاول أن نحلله بتأنٍ أكثر يعني. لكن هناك حديث واضح عن هذه التنظيمات المسلحة التي تسيطر اليوم على دمشق وتسيطر على جل المساحة السورية معرفة، صحيح أستاذ مراد؟ معرفة عفواً؟ بمعنى معروفة للجميع، يعني لها أسبقيات. طبعاً معروفة هناك، لذلك تاريخها، ماذا تفعل، كيف تفعل، وماذا كيف تتعامل مع الأمور. البعض يقرأ طبعاً أنه أمر قائم، بمعنى هذه التنظيمات ليست تنظيمات. أنا أريح، هي تنظيمات تقاد بهيئة تحرير الشام التي كنا نعرفها بجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على رأس أبو محمد الجولاني الذي بات يعرف نفسه باسم الأصلي الآن أحمد الشرع، الذي قد يعد الآن أهم رجل في سوريا، مطلوب على ب10 ملايين دولار. أجل، نحن نفهم هذا الكلام، لكن هذه أيضا تستخدم كانت طوال السنوات الماضية باعتبار مجموعات سلفية جهادية ستخترق المنطقة، كأن القتل على يد السلفيين الجهاديين يختلف عن القتل بنظام ديكتاتوري بائس كان يلقي بالبراميل التي هي يعني لا تعترف فيها القوانين الدولية. يعني بالنهاية هذه قضية المفاضلة ووضع الأمور باعتبار باللون الأبيض أو الأسود هي صعبة جدا، لا يمكن، لا يستوي هذا الكلام. نحن نتحدث عن أزمة بناء دولة تعاني منها سوريا، وهذه هي اللحظات التي أنتجت هذا الفعل. أجل، نريد أن نتحدث عن الجانب الإقليمي. أجل، منذ 7 أكتوبر إسرائيل أضعفت إيران وضربتها في مقاتل في جوهرة التاج كما توصف في حزب الله، أنهت نفوذة إلى حد كبير الآن بعد ما حدث بسبب الضربات المتوالية في سوريا. لكن هذا أيضا جزء من قراءة المشهد الإقليمي. الآن القادمون، لا يمكن الحديث، هيئة تحرير الشام قدمت نوع من التحول في أيديولوجيتها، قد لا تكون إيجابية في نظر كثير من الليبراليين، لكنها قدمت هذا، والآن تقدم خطابا توحيديا. هي استطاعت أن تنافح هذا النظام وتواجهه. ألم تنتصر الثورات بقوة السلاح؟ ألم يكن الثورة الفرنسية الحديث عن الإرهاب كان يعني يهدد في البرلمان بقطع رؤوس من يعارضه؟ ألم تتحدث تروتسكي كان يحرق الكنائس بخشبات الصلبان؟ هذه الثورات، لا أدعو إلى أن هذا أمر إيجابي، أنا أدعو التريث وعدم وضع الإيديولوجيا في فهم ما يجري في سوريا اليوم. نعم، أسمع وجه نظرك أستاذ نبيل في هذا السياق تحديدا. الجماعات التي تسيطر اليوم على دمشق سمت رئيسا الوزراء وسمت رئيس مجلس انتقالي، يعني رجل سياسي، محمد البشير. السؤال اليوم أنه يبدو أنها غيرت هذه الجماعات على أقل تقدير منظورها للتعاطي مع سوريا، للتعاطي مع الأزمة السورية، للتعاطي مع حقبة ما بعد رحيل الأسد. هذا ما نأمله. أنا أقارن الآن بين صورة دخول سقوط بغداد وصورة سقوط دمشق. إذا قارنا بين الصورتين أعتقد أن ما جرى في دمشق أفضل بكثير مما جرى في بغداد، وأنا أتحدث عن قطع الرؤوس وأتحدث عن إحراق المؤسسات وعن نهب المؤسسات ونهب المتحف الوطني ونهب المركزي. أنا أعتقد أن جماعة الجولاني والحكام الجدد في بغداد في سوريا استفادوا من تجارب الآخرين، لكن لا نستطيع أن نعطيهم حكم البراءة من الآن وأن نقول أنهم جيدون قبل أن تمضي فترة من الوقت نذهب فيها إلى عملية سياسية حقيقية، بعيدا عن أن يتمترس هذا الطرف وهذا الطرف في كل في طرف، أن نعود إلى صناديق الاقتراع، أن نحترم حقوق الإنسان، أن نبتعد عن عمليات الثأر. لأنه للأسف إذا رجعنا إلى تاريخ الجولاني وتاريخ الجماعات القادمة معه هي لا تقل شراسة، لا بل أكثر
شراسة وأقل احتراما لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان من النظام الذي رحل من سوريا. هذا من أجل أن نكون موضوعيين. لكن اليوم كيف هذا النظام سيذهب لحل كثير من هذه المشاكل؟ وأولها علاقة 20 تنظيما مع بعضهما البعض، علاقة هؤلاء 20 تنظيم مع القوات الكردية، وهناك مسألة كردية لابد من حلها، العلاقة مع إسرائيل، وأنت تعلم أن إسرائيل وضعت يدها على المنطقة الحرام في الحدود في منطقة جبل الشيخ، وهذه ستكون من ورقة ضغط على النظام الجديد في دمشق من أجل القبول بالتطبيع أو القبول في توقيع معاهدة سلام. لذلك نحن في النهاية ما يجري في الداخل السوري هو بالنهاية خيار السوريين، ونحن نحترم خيار السوريين بأي اتجاه ذهب هذا الخيار، لكن تأثير هذا الخيار على الإقليم وبالذات على القضية الفلسطينية أعتقد أننا بحاجة إلى تروي من أجل أن نرى هذا الموضوع. أيضا هناك ليس فقط الموضوع بس للسوريين مع أنه هم الأغلبية الساحقة، هناك تنظيمات فلسطينية موجودة في سوريا، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جماعة فلان، هؤلاء كلهم كانوا موجودين في سوريا، وهذول بالآلاف إلهم معسكرات، عندهم أسلحة، شو بده يصير معهم؟ كيف بده يتم التوافق بينهم وبين النظام الجديد؟ ولا بد أن يكون هناك تفاهم بينهم وبين النظام الجديد. أيضا هناك إيرانيين موجودين، كيف بده يتم التعامل معهم؟ كيف بده إغلاق هذا الملف؟ أعتقد هذا موضوع يعني لا نستطيع الحكم، لكن المشاهد الأولى لدخول دمشق أعتقد أنها يعني تعطي جزء من التفاؤل، وتقول أن هؤلاء قد يكونوا أفضل مما سبقوا. لكن أنا لا أريد في النهاية أن نذهب بعد أن صفق العراقيون وأغلب العراقيون لسقوط صدام، اليوم يترحمون عليه، يترحمون على القذافي بعد أن شنعوا به. أنا بتقديري نحن لا نريد من سوريا إلا أن تعود كدولة طبيعية تحترم حقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان وتحترم الحريات العامة، وكل شيء خاضع للنقاش، وأن يكون هناك صناديق اقتراع حقيقية، وهذه حاجة كل الدول العربية بالمناسبة، أن نغادر الاستبداد. يعني إحنا تاريخ كثير من الدول العربية وتاريخ استبدادي، لذلك نحن نطمح بأن نرى في سوريا نظام حقيقي. وكما قال جلالة الملك، لا نريد استقرار في سوريا، عدم تقسيم سوريا، أن نحترم خيارات الشعب السوري، وأن نكون بعلاقات جيدة مع سوريا. يعني هذا ما يريده الأردن وما يريده العراق. لكن أنت لاحظ بالأيام القادمة، بالأسابيع القادمة، ربما بالأشهر القادمة، ستنفتح جبهة العراق. بمعنى لابد الذي اشتغل على هذه الخلطة في سوريا لابد أن عينه أيضا على الدور الإيراني في العراق، وعلى الميليشيات وعلى الأحزاب. لذلك لابد أن يكون هناك أيضا ترتيب أو ربما شيء من هذا القبيل في العراق، لأنه وأيضا باليمن، وأنا أعتقد أن الأمريكان سيتحركون لضرب اليمن من أجل إنهاء هذا الموضوع. وفي نهاية المطاف لابد أن يكون هناك اصطدام إسرائيلي إيراني على الأراضي الإيرانية، لأنه الآن هو تجريد إيران من كل أذرعها ومن كل حلفائها في المنطقة. لكن في النهاية الذي تضرر هي القضية الفلسطينية. نحن نأمل أن يبقى سوريا مع العرب في الإجماع العربي، وأن لا تذهب بحكامها الجدد إلى تقديم تنازلات للمشروع الصهيوني الاستراتيجي الإسرائيلي الذي ينفذ حاليا، وهذا ما يجري في الجولان، وأيضا في مسألة
خلينا نقول توقيع اتفاقية صلح معهم، لأنه يعني شو ما قلنا عن بشار الأسد وقبله حافظ الأسد، ذهبوا ولم يوقعوا بالنهاية، لكن ارتكبوا أخطاء قاتلة. ارتكب بشار الأسد أخطاء بحق شعبه، ويعني كان يجب أن يذهب باتجاه بعد أن حرر حلب وبعد أن أخذ أدلب وبعد أن أخذ أغلب المساحة عدا أدلب، نعم عدا أدلب ما عدا، يجب كان يجب أن يذهب إلى المصالحة، وهذا ما كان يضغط به الأردن. وذهب وزير الخارجية قبل أشهر وأبلغ رسالة أنه يا عمي روحوا باتجاه مصالحة، ما رح ينتظروا الأمريكان ولا ينتظروا الإسرائيليين عليك. بالنهاية إلى أن وقع في هذا الموضوع انتهينا، لكن أنا أتمنى من حكام سوريا الجدد أن يذهبوا باتجاه دولة طبيعية تحترم الإنسان وتحترم حقوق الإنسان، وأن تبقى في الصف العربي لا أن تذهب أن تكون مساعدا للعدو الإسرائيلي. نعم. سمراد، الحديث عن العراق واليمن والمواجهة مع إيران في قادم الأيام بعد تقليم أظافرها إن صح التعبير حزب الله في لبنان، انكفأ على ذاته النظام السوري ممثلا ببشار الأسد كان نظاما حليفا لإيران، انتهى هذا الأمر أيضا، لم يبقى إلا العراق اليوم إن صح التعبير ما يفصل الاحتلال عن إيران مباشرة. وجهة نظرك محمد. يعني ضيفك الكريم أشار إلى عدة نقاط أتفق معه تماما فيها، وخاصة هذه المقاربة مع ساحة الفردوس في عام 2003 وما ينتج عنه والمشاهد القادمة من دمشق في 2024 في إسقاط تماثيل وأنصاب بشار وحافظ الأسد. لكن يعني أنا كنت أعمل على مقال بهذه الإشارة، يعني يبدو الآن سأعد، أخذت الفكرة من الأستاذ نبيل وهذا يسعدني. لكن مبروك عليك. الإشكالية التي يعني أبو محمد الجولاني يبدو أنه متأثر بفكرة التجربة العراقية، حتى مشاهد حلب وحمص وحما قبلها أذكرت بتسليم الجيش، بمشاهد اقتحام تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية للموصل. هذه المقاربات والسياسات التي نفذت بعدها يبدو أن هناك نوع من الدروس المستفادة، أجل لا توجد أي ضمانة. والأمر الآخر أشاطره الرأي أن يعني إبقاء سوريا في الحاضنة العربية ووجود نظام ديمقراطي قائم يحترم حقوق الإنسان، يعني من لا يرغب بذلك بطبيعة الحال. لكن الإشكالية هي قضية الحض العربي، هذه يعني ما استخدمت من نظام الأسد عموما. يعني لا، هو ليس فقط لم يوقع كما أشار، هو ذهب أسوأ لذلك ضد الفلسطينيين، تل الزعتر لديك مخيم اليرموك، آلية التعامل. فهذه الإشكالية أن هذا النظام يعني باللغة البطن إف أند ميبيز ما بزبط هذه الاستثناءات التي تقدم له، هو نظام ديكتاتوري كان سيئا للجميع. يعني إذن المشكلة هي استحضار القضية الفلسطينية لتغييب سؤال حقوق الإنسان أو سؤال التداول السلمي للسلطة أو أي أسئلة، هذا درج في العالم العربي ويجب أن نكون حذرين منه. وأنا طبعا لا أقصد الأستاذ دبيل هنا، أنا أقصد عموما في خطاباتنا فيما يتعلق بهذا الشأن. أما الشأن الإيراني لا أعتقد أن هناك مواجهة قادمة في العراق، أجل قد تكون هناك ضربات إسرائيلية للفصائل العراقية إذا ما استمرت في استهداف المصالح الأمريكية أو المصالح الإسرائيلية بين مزدوجين. لكن الآن إيران يعني واضح أنها أدركت خسارتها في حالة حزب الله، وأدركت خسارتها أيضا في حالة حافظ الأسد بشار الأسد وفقدان هذا النظام، خاصة أنه في الحقبة التي كانت تطالب فيها نظام بشار الأسد، وهذا علمناه من مصادر مقربة من كل الأطراف، بالفترة التي كانت تطالب فيه بوقوف بموقف معها في ظل حال الحرب، الحال اللا حرب أو اللا سلم التي دخلت معها في حالة إسرائيل،
رفض بشار الأسد التعاون، فقالت يعني إيران كانت تشعر أنه رغم كل هذا ما قدمته للإبقاء على هذا النظام لم يتم التعاون منها. كانت هناك إشارات قادمة من طهران أن حتى أن الأسد تعاون الإسرائيليين حين قصفت القنصلية واستهدفت قيادات إيرانية. كل هذه الاتهامات وترت العلاقة بشكل أو بآخر بين الطرفين، وبالتالي إيران خسرت أيضاً يعني الساحة الخلفية الثانية الأهم بعد العراق لها في تحالفاتها، إذن حزب الله ثم بشار الأسد، وهي إدراكها لذلك تدفع باتجاه أنها ستعمل جاهدة على أمرين: الحفاظ على الساحة العراقية في تحالفها القائم، وفي محاولة ضبط عملية الفصائل وحركاتها وسلوكها في أنها لا تفتعل ردا أعنف، وأيضا ستعمد إلى فتح باب، وهذا ما دعت إليه أطراف أخرى أوروبية، بفتح إعادة فتح التفاوض وإعادة فتح ملف النووي الإيراني وفرض العقوبات وإعادة موضعة إيران في المنطقة. هناك نزعة براغماتية لدى إيران بأنها تدرك بأنها فقدت الكثير، وبالتالي تعيد موضعة نفسها عبر الطرق، وهذا يتضح أيضا من الطاقم الحاكم الجديد بازخشيان وعرقجي. هؤلاء يمثلون هذا مسألة ضبط العلاقة وإعادتها مع الغرب بشكل تهدئة، بشكل يدفع إلى التفاوض دون المواجهة المباشرة التي كان يطرحها فيلق القدس والحرس الثوري وإلى ما شاف. بالتالي نحن نتحدث أن هناك نوع إعادة موضعة إيران هي قد تكون الأولوية، وبالتالي أستبعد أن يكون هناك نوع من هذا الصدام ما بين إسرائيل وإيران على الأرض الإيرانية. لا. إيران فقدت الكثير، وروسيا أيضا التي انشغلت خلال السنتين الماضيتين وأكثر في الحرب الأوكرانية الآن بدأت قابلة لأنها تتفاوض، طالما أمنت يعني أو أمن الحكام الجدد في سوريا مدخلها إلى المياه الدافئة، هذا الحلم التاريخي الروسي منذ أيام القيصرية، فبالتالي ما ضير من ذلك بدون ما أنها، خاصة أن الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد دونالد ترامب يعد أن أول ما سيفعله هو أنه سينهي أو يتوصل إلى اتفاق ما في أوكرانيا، فبالتالي نحن إزاء ساحة ستدفع باتجاه التسويات في خارج هذه المنطقة. وهذا يعيد إلى الاتفاق مع ضيفك الكريم أن السؤال في سوريا، هل تنزع منزع الصراع والاقتتال ما بين الفصائل نفسها ما بين أطراف اللعبة، هل هذا يدفع باتجاه تقسيم؟ هناك لديك السؤال الكردي في الشمال، لديك في درعا مجموعات مسلحة علاقتها مع هيئة تحرير الشام يعني وإن كانت جيدة لكنها ليست تحالفية، بإيديولوجية مختلفة بطابع، حتى أيضا في حوران هذه حال التواصل يستوي أن يكون هناك نوع من التوافق الوطني لتقديم الكيكة وإعلاء الجانب السياسي. هذه أسئلة حقيقية إذا ذهبت يعني عكس ما يتمناه وما أشار له ضيف الكريم، إذا نحن إزاء مأزق كبير وإزاء صولات وجولات من العنف المتكرر. وهذا نعم. سأعود لكم ضيوف الكرام، سأسأل عن أزمة اللاجئين السوريين سواء في الأردن أو في المنطقة، العلاقة الأردنية وكيف تعمل مع النظام أو مع الحكام الجدد لسوريا إن صح التعبير، بعد فاصل نواصل القومانة. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام أسامة نبيل، قضية اللاجئين اليوم وكيف يتم التعامل معها، وأتحدث يعني عشان أكون في خصوصية للبنان والأردن في هذا الملف تحديدا، ملف اللاجئين السوريين وتركيا. يعني أنا بتقديري أن هذا أحد القضايا الذي شجع سوريا، شجع تركيا على الدخول في تفاهمات لم تعلن بعد مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف دولية أو إقليمية، هي موضوع اللاجئين الذي أصبح ملفا كاد أن يسقط أردوغان في الانتخابات. هذه قضية أصبحت داخلية، عنده 4 مليون لاجئ. الآن نيجي على الأردن، للأسف حتى هذه اللحظة لا يوجد خطة للأردن لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. نحن دولة تعاملنا مع اللجوء قبل إنشاء الكيان الأردني، قبل إنشاء الدولة، يعني إحنا صلنا بنتعامل في هذا الموضوع أكثر من 100 سنة، ولكن أسوأ ملف أدرناه هو ملف اللجوء في الأردن. اليوم لدينا ما يقارب 3.5 إلى 4 مليون لاجئ. هذه قضية
الأردن في لحظة من اللحظات تحول إلى إسفنجة امتصت كل الأزمات الديموغرافية في المنطقة. الآن بعدما احنا استقبلنا اللاجئين السوريين احنا فتحنا 45 نقطة غير رسمية لدخول اللاجئين السوريين. ليش ما نفتح 45 نقطة لعودتهم الآن؟ أنا أطالب فورا من وزارة الداخلية أن تعلن إنشاء لجنة من الوزارة اسمها لجنة الإشراف على عودة وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. نحن لا نتحدث عن طردهم، لا نتحدث عن عودة بالإكراه. نحن نقول إذا استقرت الأمور في سوريا أولا يجب، والبوادر قالت وزارة الداخلية أنها سمحت بالدخول اللاجئين السوريين وهذا جيد، لكن نحن بحاجة إلى استراتيجية للتعامل مع ذلك. أيضا التطورات الهائلة في سوريا ستجبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تشرف على اللاجئين السوريين وعلى اللاجئين في كل المنطقة والعالم، إذا ما استقرت الأمور، على إسقاط صفة اللاجئ من الجنسية السورية، لأنه إذا استقرت البلد يعني صفة اللجوء تسقط. هذا يعني أن برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن وكل دول العالم لن يكون هناك مخصصات لها. هذا يعني أنه اللاجئون السوريون مجبرون على العودة إلى بلادهم. أنا أعتقد هذا الملف ملف ضاغط على الأردن، يجب أن نحاول أن نستفيد. وأنت مع اليوم فتح نقاط حدودية ولجنة وإعادة السوريين طبعاً إلى بلدهم؟ طبعاً إعادة السوريين. هل بقي في سوريا ما يمنع عودة هؤلاء اليوم؟ لا، لغاية الآن مشان نكون واضحين، لغاية الآن الأمور ما زالت، لا نستطيع أن نقول أن الأمور استتبت، يعني دفع الناس بهاي المرحلة لا، أنا مش معه، لكن إذا استتبت الأمور خلال شهر شهرين يجب أن أولا يجب أن نسمح لكل شخص بأنه يغادر، ولا أعتقد أن الأردن يمنع ذلك، لكن يجب أن يكون هناك لجنة وخطة إعلامية، مثل ما كان هناك لجنة وخطة إعلامية وتحضيرات مسبقة وإنشاء شو اسمه معسكرات أو مخيمات. اليوم أنت إذا بتحكي عن الزعتري أكبر من مدينة المفرق، الزعتري اليوم أكبر من مدينة تعداد المفرق. سكاني تعداد سكاني اليوم المفرق فيها، في الزعتري فيها مدارس، فيها مستوصفات، فيها مستشفيات، فيها اليوم انت اذا بدك تروح في السوق التجاري في بعض المناطق صار في خلو رجل، اذا بدك انت تاخذ تستأجر من فلان وفلان وهم من بعضهم. لذلك اليوم هذه كل العملية بدها ترتيب. انا بتقديري ايضا احنا اليوم اللاجئين السوريين صاروا يتعينوا بالبلديات، وهذا بضغط من الاتحاد الأوروبي. اللاجئين السوريين بتعينوا بالمصانع لهم كوتا، أي مصنع أردني بيصدر يأخذ يستوفي شروط التصدير للاتحاد الأوروبي لازم يكون عنده 15% من العاملين اللاجئين سوريين. أنا بتقديري هذا الملف ضاغط على الأردن، يجب على الأردن أن يتحرك بسرعة وديناميكية واضحة، وأن لا نبقى نعيد ونكرر أسطوانة العودة الطوعية للاجئين. يا أخي ما بدي إياك أنت تدزهم ولا بدي إياك أنت ترحلهم لكن هيئ لهم الظروف وأعمل خطة من أجل مساعدتهم وحثهم على العودة إلى بلادهم. واضح جدا. أستاذ مراد أسمع وجهة نظرك والعالم كله اليوم، هناك دول ألغت فكرة لجوء السوري إليها وهذا اليوم، وهناك من يقول أن الدول الأوروبية ودول العالم أجمع ستتعامل الآن مع السوريين بطريقة مختلفة لأن ما برر اللجوء إلى هذه الدول انتهى. روجة نظرك. أجل محمد، يعني الآن وأنا يعني هنا في لندن قبل قليل الحكومة البريطانية أعلنت وقف طلبات اللجوء للسوريين، يعني وهذا يدفع مدخل للحديث عن التعامل أو العملية الدولية التي تكون.
والمرتبطة. مسألة اللاجئين عموما لا ترتبط بقرارات فردية، هناك تصريح لوزير الداخلية الأردني مازل فرايا اليوم لنخبة بوست تتحدث عن فكرة أن الحدود الشمالية هي آمنة، أن الفرصة سانحة لعودة اللاجئين، وأعتقد أن الحكومة بتصريحها بهذا الشكل أو وزارة الداخلية هي يعني تضع الأمور في نصابها إلى حد ما، لأن مسألة عودة اللاجئين كما أشرت هي قرار دولي، وهذا أيضا يتبع القرار البريطاني، وأتوقع أن هناك قرارات أخرى جديدة ستتبع في هذا المجال، لأن هناك مسألة الممولين، مسألة المنظمات الدولية، كيف تنظر وكالات الغوث اللاجئين إلى آخره، كيف يمكن النظر لهذه المسألة ليس بقرار أحادي. أيضا الأمر الآخر، أذكر من 10 سنوات كان لي نقاش مع زميل في ألمانيا من السوريين اللاجئين حين بدأت موجة الهجرة، وكان الحديث عن مخيم الزعتري الذي أشار إليه ضيفك الكريم، وكانت هي المسألة أنه هل سيغلق هذا. الزميل كان وجهة نظره أن الحالة السورية تختلف بحكم أن هناك نظام قمعي إلى آخره، فالناس سيعودون إذا ما انتفى هذا سبب خروجهم، لكن من المعروف تاريخيا محمد لا يوجد أي مخيم في حدود الدراسات الموجودة أنه تم مخيم للاجئين تم إغلاقه. هذه مسألة لا يوجد، قد يكون كاليه حالة استثنائية في فرنسا وهذا عملت فيها أيضا، لكن للآن هناك ما زال الكثير من اللاجئين الذين ينتظرون في كاليه وما زال رغم إغلاقه لعدة مرات. في حالة الزعتري تحوله، وأذكر في عام 2015 أيضا أجريت تقريرا كنت أعمل عليه، قارنت مثلا بين المخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن التي تحولت إلى مدن الآن غير منعزلة، والناس في موجودين في مخيم الزعتري وماذا يقولون، والتقيت بشخص كبير بالسن الذي عاصر حقبة النزوح الفلسطيني بال67، وكان يتحدث أن المنازل كانت خيمة ثم تحولت إلى زينكو، وكنا نتحدث يوم ثاني بكرة بنرجع وهكذا، وتحدث مع سوريين في الزعتري، أحدهم قال لي أنا يوم وراجع، وما زلت أذكر نحن نتحدث الآن من 10 سنوات. فهذه أيضا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ونحن نتحدث عن الزعتري، هناك 80,000 بالزعتري على ما أذكر كان الرقم، وأنت تتحدث عن 1.5 مليون في الخارج، يعني في خارج الزعتري في مدن عمان، وهؤلاء تشكلت حيوات لهم، هناك زيجات، هناك خلطة، هذا على مدار 13 سنة الماضية تتحول إلى نوع، هناك محال تجارية كما تعرف، نعم. هناك طرف يتحدث كيف تتركونا بدون الشاورما السورية، ليتها كانت بهذه السهولة. إذن نحن نتحدث عن عملية سيكون فيها جهدا دوليا، وهذا بدايات. الآن نحن نتحدث عن هذه القرارات المتبعة من الدول فيما يتعلق بالنظر في مسألة تجنيس السوريين أو في طلبات اللجوء، وهذا بالتالي ستكون عملية مستمرة نسعدها، لكن مرة أخرى يكون العبء الأكبر على ماذا يحدث في داخل سوريا، نعم. ولا يمكن البت من خلال يوم يومين، طيب. للأسباب التي ذكرناها في الفقرة الأولى. واضح. لدي سؤال أخير، والأردن فيما حدث استفاد، لم يستفد، خسر، كيف يتعامل الأردن مع الملف؟ يعني اليوم إذا افترضنا أن هناك استقرار في الوضع السوري وأن الحكام الجدد في دمشق سيذهبون إلى التوافق وبقاء سوريا موحدة ونظام سياسي حقيقي ومصالحة وطنية، أعتقد أن الأردن مستفيد الآن. أنت تعرف أن يعني العلاقة كانت شبه متوترة مع النظام السابق، يعني كان هناك علاقة في موضوع يعني عتب أردني كبير، لا بل يعني وصلت إلى أنه طائرات سلاح الجو الأردني كانت قصفت درعة في بعض المناطق التي تهرب المخدرات، موضوع المخدرات كان هاجس كبير للأردن. أيضا موضوع المشاكل الحدودية شكل لها لجنة ثلاثية، ولكن للأسف الطرف السوري لم يلتزم فيها. لدينا مشكلة كبيرة وعويصة في مسألة التداخل الحدودي، لا يعني لدينا أراضي مستولى عليها بالجانب السوري، ولا بد من تحريك هذا الملف المتوقف منذ 2005،
هناك أراضي كثيرة وتم وضع نقاط من أجل ترسيم الحدود لكن لم تنفذ. هذا الموضوع يجب أن ينفذ. موضوع المياه، الأردن هناك اتفاقية لسد الوحدة وتم إنشاء الأردن، أنشأ الأردن بتكلفة تفوق 100 مليون لسد الوحدة. سد الوحدة صار له أكثر من 13 سنة، حتى هذه السنة لغاية الآن لم يمتلئ لمرة واحدة. طيب أنا شو استفدت من هذا الموضوع؟ لذلك أنا بعتقد أنه الأردن إذا استقر الوضع في سوريا، إعادة الإعمار سابقا لو بقي النظام السابق كان احتكر هذا الموضوع الإيرانيون، أو اليوم الأردن وحتى العراق والدول العربية كلها ودول الخليج ستساهم في عملية الإعمار. هناك استئناف لعمليات التصدير. الأردن لابد إذا انتهى وسيسقط لا شك، لأنه قانون قيصر الأمريكي على المحاصرة سوريا هو كان المقصود فيه النظام السابق، وهذا النظام سقط. المفروض أوتوماتيكيا أن يسقط هذا قانون قيصر. وهناك الآن يعني بوادر أمريكية برفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب. هذا يعني أن لا مبرر لاستئناف قانون بقاء قانون قيصر. قانون قيصر هذا يعني أن هناك مبادلات تجارية كبيرة. السوق السوري الآن بحاجة إلى كل شيء، بحاجة إلى تصدير الكهرباء ولدينا فائض. لبنان بحاجة إلى تصدير الكهرباء وهناك اتفاقية لم تنفذ بسبب قيصر. نعم، يعني نحن مستفيدون. أنا أعتقد أن الأردن سيستفيد، والاستفادة الأساسية هي موضوع عودة اللاجئين. نعم أستاذ مراد، بدقيقة إن تكرمت. أجل، أنا أتفق تماما. هي مصلحة الأردن، عن علاقة تاريخيا مع نظام الأسد لم تكن جيدة للأردن، بالعكس كانت مصدرا لقلق وتوتر دائم. الآن مؤخرا هذا التحالف وهذا الدور الإيراني الذي كان، وقضية مسألة استهداف يعني مصالح أردنية أو حدود الأردنية كانت مسألة قائمة. تهريب الكابتاغون رغم مناشدات الأردن مرارا وتكرارا بوقفها لم تسمع لها، وعموما كان نظام الأسد لم يستمع للصوت العربي عموما لمحاولة إعادة ترميم الوضع، خاصة بعد يعني خلال السنوات الماضية. وأيضا كانت هناك إشكالية ترتبط بالدور السوري حتى في سفارته في الداخل الأردني، ويعني دائما من الاستهزاء بهذا الدور الأردني وبهذا الموقف، رغم أن الأردن كان دائما مضيافا وكان يشدد على قضية وحدة الأراضي السورية والدعوة إلى حل سلمي بطبيعة الحال. أشكرك كل الشكر الأستاذ مراد بطرش الشاني، زميل أول معهد نيو لاينز في واشنطن ومؤسس مجموعة ريماركس لتحليل في السياسة، على حضورك معنا مباشرة من لندن. شكرا جزيلا لك. الكاتب والصحفي الأستاذ نبيل غيشان، أشكرك كل الشكر على حضورك. شكرا.